مبسوط ما دامك معي موجود. يا شباب وين عامر؟ كلمت دحين بيجي اليوم بلوت وضافي الا طاحل. مين هذا؟ اوف اوف يا ولد اختك بتركب مع مين؟ اوف هاي مين انت وش عندك مركب اختي؟ انزل انزل يعني ما تسال على وجه انزلي وتنزل بعد. تعال ما ترضى على اختك ما ترضى على اختك يا ابو عليك اكبر الله يا اخوان اكبر الله اكبر الله خذوه يا عيال 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 خذوه يا عيال اذكر الله يا اخوي اذكر الله يا الله اني جاي اترزق والله ما اسوي اركب 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 ما عليك اركب اركب راح اركب راح اركب اللي تمشكلت معه ذا ملحوس ومشكلجي معروف عندنا بالحي علشان كذا تليتك ودزيت بك. الله يعطيك العافية وما قصرت. الله يعافيك. واجبنا ذا بس سالفة البنت. البنت طلبتني من سليم. سليم؟ وش وضع ذا؟ هذا تطبيق مشترك فيه أوصل فيه زباين وموتر الخاص. بدال لا أهجوله كذا أترزق الله فيه. ولا البنت والله ما أعرفها ولا شيء. طيب ذا سليم طلع دراهم؟ إيه باليوم 700 وحين 800 وحين توصل لين 1000. أوف 1000 ريال. أتحداك يا شيخ طب أقدر أشتغل فيه يا رجال شروطه مرة سهلة ويمديك تشترك فيه بعد ومالك إلا اللي أعطيك 500 ريال يوميا طيب وموترك إيش فيه ليش موتري بالذات ما يبون موتري موتري باب واحد طيب تامر أمر كفو يا وحش يا كبير انت صديقي أتحداك الشركة البطلة معدن معدن الشركة محترمة كيف الحال يا بخير يا من الخير تفضل عطني نبغى نسجل بس سائق وسائق إضافي سائق إضافي طبعا الذيبان ذا ها أهم شيء السائق الإضافي أبشر تفضل أبوي عطني قلم يا أبوي ليك شو بدي خبرك أنت وهو اسمعوا لألكم عنا بسليم هون أهم شيء زبون ما بدي زبون يزعل أهم شي تروح للزبون وشك منيح حالق دقنك قاصص ضوافيرك لابس منيح ريحتك حلوة بدي زبون يخق عليك شو يخق عليك والسيارة أهم شي السيارة ما بدي ريحتها كبسة مندي كبة لا كبة عادي منا مشكلة بس أهم شي ما تكون كبدة حاشي كبدة حاشي ما بدي إياها تبه ايه والشاورما بعد عادي شو عم تقول شاورما شاورما الله يخرب بيتك هي الشاورما بالزيت ما بدي شم ريحتها بالسياره ريحه الشال فوق خبز كذاب ريحته كبه سامي يا عامر هذا المفتاح زي ما اتفقنا الله الله بالدراهم ما عليك مالك الا من بكره كل يوم تاخذ دراهمك بيض الله وجهك خفيف يدي مع السلامه مع السلامه سمع شكرا اختي كلمتني تقول تبي تخطب مها البندر ولدها بندر وين يشتغل فيه هو تو تخرج من الجامعه ويشتغل في شركة عالمية ويستلم 15,000 ريال ما شاء الله والله إن الولد شكرتي أو يستاهل كل خير خليه يتقدم 600 متر والاتجاه إلى الشرق حلو طيب قربنا سعودي؟ لا لا ما بي ما بي أما عاد كنسل الطلب وش السالفة يا ولد 20 طلب تكنسلوا هالموضوع فيهن طالبين سليم ايه أبيك توصلني للمول ما شاء الله تبارك الله ما شاء الله الله يجمع بينكم بالخير ترى الزواج اليومين هذه مصاريف وتكاليف والوظيفة الحالة ما تكفي
سبيلك تدور لك على وظيفه مسائيه تدخل لك اوفر تايم. عندك مثلا انا اشتغل في سليم وربي رازقني الحمد لله. انت اسكت ولا بقيمك تقييم سيء؟ لا لا خلاص بسكت. شغل لنا اغاني هادي وحلوه ورومانسيه. ابشر بعزك، لو تبي اسلك دي جي ما عندي مشكله، بس اهم شيء ضبطنا بالتقييم. كيف قدرنا نشوف الحب اليوم يا قلبي؟ لعبت على ابوي عشانك، قلت له بروح عند بنات خالتي وصدق المسكين. ديتك والله. يلي ما تستحين على وجهك، لعبتين على بوس علشان ذسبها. انزل يلا انزل. انقلع انت بعد. استغفر الله العظيم. بدينا بالحركات. لا والله بس تعرف اول يوم دوام وكذا. بعدين خويك بيلعب عليك الزلابه. لا لا محشوم محشوم. اجل اسمع، بكره ان شاء الله اعطيك الدراهم. سلام. يلا سلام. يا خيم انت بتعرف السعوديين هاوني بيحبوا يظهروا بالويك اند، بيروحوا على السوق، بيعملوا شي شوبينج، هاون هاون، ايه لكن. فانا اجت معي فكره بتطير العقل. لكن انا يا خيي طاوني، شي اللي من هاوني بتلاقيني هاوني. ايه اجت معي فكره بدي المدير يجن جنينه. بدي ابعت مسج لكل العملاء. ايه انا بقول لك شو بدك تكتب، كتب عندك. السلام عليكم يا عليكم السلام. هلا وش يبي الحلو؟ بصراحة يبا يعني أبي 2000 ريال. 2000 ريال؟ إيه، اليوم خطوبة صديقتي وودي أجيب لها هدية بصراحة. غالي والطلب رخيص وأنا أموت. أبشري. هالحين أروح أسحب لك وأجيبه. مشكور وما تقصر يبا. خير؟ وين يجي الخير؟ منين يجي الخير؟ هالحين طلبت لي 2000 ريال علشان تسهرين في سليم يا قليلة الأدب. سم بس يا طول العمر. سم أبشر، أنا أعتذر شخصياً والموظف اللي كتب الرسالة هذه بعد يعتذر للجميع. سم إن شاء الله أبشر 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 على خشمي أبشر. شوف أقسم بالله حركاتك واسلوبك ورسائلك دي اللي مثل وجهك شوف لك حل، ولا والله لا تلوم الا نفسك. فهمتني ولا لا؟ ولا فهمك؟ لا لا فهمت حضرتك فهمت. انا بس كان قصدي يعني انه يعني بلا قصدي بلا ما قصدي. اطلع برا احسن لك احسن لك. اطلع برا اطلع برا ماشي واطلع برا رو اطلع برا هلا بسرعه اطلع. شو السالفه يا ولد؟ كل ما طلبني زبون الغى الطلب. وجهي في شيء انا؟ ما في شيء. الله يعين. أتحداك يا الزبون البطل. جايك يا وحش. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. طالب سليم. الله الله طالب سليم. طب انقز. تسلم الله يسعدك. عندي هالغرض من الوالدة وبيك توصلها بيت خالتي. والموقع ارسلته لك على الجوال. الله يخلي لك الوالده، ابشر بعزك. طب وحساب المشوار؟ حساب المشوار طال عمرك 50 بس ابشر بالمية. ويستاهلون شباب الوطن الدعم. كفو، بيض الله وجهك. اتحداك المية الجديدة بعد. وجهك ابيض، الحين ولد خالتي ينتظرك في الموقع، قواك الله. الله يقويك. السلام عليكم. وعليكم السلام. أنت حسين؟ إي نعم. هذا الكيس من ولد خالتك. لا يا شيخ، جايب كيس ولا تدري وش اللي فيه؟ وش دراني؟ هذه أغراض أمك الله يطول بعمرها. طلع اللي فيه. هطلع لا تنفخ. خمر والعياذ بالله. والله ما دريت من بحقتي. لا يا شيخ، مسوي مستغرب يا المروج. معك مكافحة المخدرات. يلا معي. ادخل يا نبو تدخل. قدم يا رجال.
الله يتمم بينكم بخير ويوفقكم حياتكم ان شاء الله. وقال هنا على الكفاله. الله يعطيكم العافيه يا شباب، ما قصرتوا. ترى ما كفلناك لعيونك، نبي نعرف الهرجه بالكامل. اعلمك هناك السياره، روح روح. شكرا طال عمرك. عامر سم. انتبه مره ثانيه، انتبه مره ثانيه. ابشر. موفق خير ان شاء الله. معليش يا الخوي، اليوم ما اقدر اسددك، بس بكره ابى اسددك حق يومين. ترى عامر ما يصير هذا الكلام، شوف وين جالس فيه، كله عشان ذا الدراهم ولا شفنا شيء. عفى عليك يا ياسر، تفصل على خويك علشان سياره ودراهم؟ لا 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 لا، خذ راحتك، خذ راحتك. كافو يا الذيب، اجل اسمع، بكره بناخذ شكش وكفته بنسجلهم في الشركه سواقين اضافيين عشان يستفيدون. طيب طيب، اخويانا ويستاهلون. خلصنا كل الإجراءات يا معلم. خرب زوقك شو هيدا؟ بس باقي توقيعك. حط الورقة هون. قرب. مد إيديك. إيه منيح. قرب. شو تبغى؟ بدي شمك شو بدي يعني؟ شو هدي؟ شو ها؟ شو هالريحة هيدي؟ فازلين. وين حط الفازلين أنت؟ في شعري. يخرب زوقك على هالعملة، لك الفازلين بنحط على الإجرة ما بنحط على الشعر. ماشي انقلع من وشي. خرب زوقك. قرب. حط الورقة هون. شو اسمك؟ كفتة والكفاتي. يخرب ذوقك على هالاسم، هيدا اسم هيدا ولك هيدي أكلة. قرب. مد أظافيرك. مد إيديك. شو هيدا؟ شو هالقرف هيدا؟ ضوافيرك سودا يا خي، ما بينفع هيك، ما بينفع، ما بيمشي هالحكي. بنظفها بنظفها. وشك شو بدك تعمل فيه؟ لا اسمع لإلك، من هون بتطلع، من هون بتروح على الصناعية دغري، تعمل شي سمكرة صنفرة، بتشوف لك شي صرفة، بتخش لك ساونا، بتخش بستم يغسلوك. أهم شي تطلع نظيف، انقلعوا من وجهي. يخرب ذوقكم على هالعملة، يخرب ذوقكم. شو هيدا؟ يلا يا عيال تبون شي؟ كافو يا الذيب، بيض الله وجهك ما قصرت. يلا وجهك أبيض. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. اسمعوا يا عيال، السيارة من الصبح إلى العصر عندك يا شكش. حلو. ومن بعد العصر إلين أذان العشاء معك يا كفتة، وبعد العشاء سهاري عندي. كلام كبير ولا شيء يا مدير، سرينا. اتحداك يا سواق البطل، اركب بديتك يا كفته. حلوين حلوين جايك يا زبون. سعودي الاخ؟ لا مدام، ما في سعودي. اي هشوة. طلبت سليم. الله الله، ابيك توصل الوالد بيت عمي، وهو قريب منه، وتو ارسلت لك الموقع، وبالنسبه للفلوس تراها مدفوعه. هيا هيا اركب، خليه يطلع. يلا بسم الله. لا إله إلا الله، اللهم صل على محمد. خلاص يا عمي، الحساب مدفوع. الولد دفع 50 وهذه 100 زيادة تستاهلها. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. لا تقولون ما طلعنا شيء في أول يوم، حركات ذيمة لأمها داعي. عيب عليك، هذا حقك. وذية من وين جبت ذي الفلوس؟ أنا ما قد طلعت زي كذا. لأن لبسك وشكلك شبهة. شبهة؟ هات المفتاح. يمه يمه، جت السيارة. ذا سعودي؟ لا لا، شكله هندي. اركب اركب قدام، احنا بنركب ورا. يلا دقوا على وفاء، لا تأخرنا، فتعجل علينا. شفتي يا بنات العروسه؟
يوه يا هي تحمل كبد شينة، ما أدري شلون اختار هالمعرس. وأخت العروس شفتوها كيف ترقص؟ كأنها مهبولة، الله لا يبلانا. الحمد لله على النعمة وعشاهم بارد ما ينوكل. يع استغفروا استغفروا بس يا بنات، ما كنا حشينا فيهم. اي والله صدق استغفروا، ترى حشيتوا فيهم واجد. استغفر الله استغفر الله يا بنات استغفر الله. وجع سعودي، انزلن يا بنات وتغطوا تغطوا سعودي. تغطن يا بنات وانزلوا من السيارة. يلا يلا وجع في شكلك يا النمامة. وش فيها السيارة يوبا؟ السيارة خربانة وانا بوت، اظنها مهمة اشتغلة. ارسبي ارسبي بس السيارة قاعدة فيها، لما ادور تاكسي ودينا. لا ما يحتاج يبا، انا طلبت سيارة. طلبتي سيارة؟ اي الله يصلح سبعيتي. الله يصلح. هذه هي. السلام عليكم. ها بدر تسرب علينا تقول لك موظف واترك سواك؟ عجيب والله. والله تو داخل بيت ومهلوك جاي من الدوام مره تعبان، خله وقت ثاني. يلا مع السلامه. فهد فهد. نعم ايش تبين؟ ما في شيء، بس حبيت اطمن عليك. نقصك شيء؟ تبي شيء؟ مره مبسوط. شيء ثاني تعبان لاني. طيب انا بكره عندي عزيمه ويعني ابيك توديني. كان ودي توديني. شوف لي خي احد ثاني، ماني فاضي لك انا. رايحه رايحه قلعتك. يا عامر What have you done to yourself? I am taking حفلة تنكرية. طيب عامر تكفى، ودني بيت صديقتي. تبطين والله، خلي ابوي يوصل، انا بروح انام واصل. ترى انا كلمت ابوي وقال خل عامر يوصلك. طيب ما خالف، روح قولي لابوي يقول عامر ما اقدر اوصلك. عامر I hate you. I hate you too, you too. ما شاء الله، مو على أساس تعبان وتبي ترتاح؟ لا بس نسيت الشاحن بالسيارة. Really? I am crazy. You are. كيفك؟ مبارك. الحمد لله. عامر فهد يدرس الآن عدم السماح لموظفين القطاع العام والخاص من الاشتراك في شركة سليم وغيرها من الشركات، وترك المجال للشباب الطلاب السعوديين والعاطلين عن العمل. حلو حلو يا ولد، الحين صفر الجو. اهدوا ان شاء الله كلكم حتى تشتغلوا كلكم. خلاص يا عمي خلاص. سهيدة شو واقفين عن فويل انتو؟ شو ما بصير على الحكي؟ ما نعرف انتو يا صف صف واحد. الله صبحك الله بالخير طال عمرك. الله لا يهينك بس توقع لي هالمعامله. عندي اجتماع ماني فاضي، تعال بكره. هي جاهزه ما بقى لها توقيعك بس. اقول لك عندي اجتماع، تفهم ولا ما تفهم؟ تعال بكره. السلام عليكم. وعليكم السلام. اها اجل اجتماع ها؟ تعرف طال عمرك احنا ناس نترزق الله. اها وين معاملتك؟ عطني اياها لو سمحت. خذ خذ. بعد ما افتتحوا العروبه راحت على خريص الزحمات. يا كابتن الحمد لله، انا والاستاذ كفته كل واحد طق له سياره جديده من داخلنا في سليم، وهذا مفتاح سياره ياسر تحصل عند الاستراحه. اشكرك انك اعطيتنا فرصه نشتغل معك. يلا سيوف. تعرف رائد، حاسس بعد هالخبره الطويله هيدي
إن صرت بعرف المزاج السعودي شو بيحب وشو بيكره، ومشان هيك راح تشوف شو راح أعمل. وشو راح تعمل؟ فيك تفوت على حساب تويتر تبع الشركة وتشوف الهاشتاج اللي عملته أنا شو بيعمل، وبعدها راح تشوف أبو مشعل كيف راح يطير راتبي فوق فوق فوق. لك أنا طاوني، شيلني من هاوني بتلاقيني هاوني هاوني. نيالك أجل تطعيس، ها؟ خلي التطعيس ينفعك الحين. بدي أقول لك شغلي، أنا طاوني بس حاسس إني مش هوني. Дети!